مرحبا واهلا فيكم بتسجيل جديد من حلقه كشف الاوراق. وعلى ما يبدو شرفنا على النهايه، بلشنا يعني نشكل صوره او قناعه كامله اقرب لحقيقه ما جرى خلال النصف القرن الماضي، كيف تم السيطره على السلطه في سوريا وكيف وصلنا الى المستنقع والكارثه التي نعيشها اليوم. باختصار النتائج الاوليه، طبعا اذا بدنا نحكي يعني عهد البعث قبله حكينا فيه كثير وممكن نرجع له، ولكن بهمنا عهد البعث ما يعرف باسم حزب البعث الاشتراكي اللي عم نشهد نهايته حاليا. اذا بدنا نحكي بهذا العهد تشكلت شيء، يعني بدي ارجع الخص باختصار، اللي حرك الامور وسيطر على الامور وسيطر على السلطه لجنه اسمها اللجنه العسكريه من ضباط بعثيين منبوذين كانوا بتلك الفتره. تم حل حزب البعث ايام الوحده ونفيوا الى القاهره، تلقفتهم يعني من عدة مصادر، وصلنا لاستنتاج استخبارات المركزية الأمريكية وهيئتهم أيضا في العراق، كان صدام حسين وكان حافظ الأسد وصلاح جديد ومحمد عمران، شكلوا ما يعرف باسم اللجنة العسكرية التي سيطرت على السلطة بعد الانفصال، كان لها دور في إحداث الانفصال وإفشال أول تجربة وحدوية بين سوريا ومصر، وسيطرت على السلطة واستخدمت حزب البعث واستخدمت الطائفة حتى وكل شيء لكي تسيطر على السلطة، وصار في عملية صراع داخل يعني دائرة هذه اللجنة بين من كان فيها لتصفية بعضهم البعض، ونجح حافظ الأسد في الانتصار في عملية الاصطفاء هذه وتمكنه من وضع كل السلطات في يده، طبعا مدعوم من القوى الخارجية، وهلا راح نشوف تأكيد على هذا الموضوع وصولا إلى توريث ابنه الحكم بشار الأسد. عمليا هذه الصورة، شو الجديد اليوم؟ الجديد اليوم في كتاب لشخص اسمه مطاع الصفدي. هذا الشخص ما نشاهد يعني أو عضو عادي في الحزب، هو يعتبر رائد من رواد الفكر التنويري في المنطقة، قارئ ومفكر، ويعني أسس تيار يعني كان من أتباعه آلاف الشباب من السوريين وغير السوريين، وضع كتاب اسمه البعث، حزب البعث، مأساة المولد ومأساة النهاية. هذا الكتاب جدا هام، وهو الحقيقة في حق علينا نحن، لأن أنا بلشت اكتشف وقت عم برجع لكل المراجع تفاجأت بحجم المراجع والشهادات اللي عم تحذرنا مما قد يأتي في المستقبل، ولكن نحن جاهلناها. طريق صعب جدا للوصول إلى استنتاجات الحقيقة كانت مكتوبة ومدفونة في الشهادات وفي الكتب، ومن كتاب مطاع الصفدي، حزب البعث، مأساة الولادة ومأساة الوفاة. مطاع الصفدي طبعا فيكم تقروا عنه، ما راح انا اخذ وقتكم، هو مصدر موثوق خلينا نقول، وهو كان بعثي وترك البعث في العام 1964. عنده نظرية مثيرة جدا للاهتمام. نحن اليوم عم نشهد نهاية تدخل او نهاية سيطرة حزب البعث على السلطة، سلطته في المؤسسات، وكان اخرها مثل ما حكينا بتسجيل من يومين بانه تم الاعلام من خلال مستشارة الرئيس الخاصة بأنه الرئيس على أساس قرر سحب سلطة البعث من مؤسسات الدولة، وكان هذه السلطة هي أحد الأدوات المهمة لسيطرة اللجنة العسكرية ومن ثم حافظ الأسد على مؤسسات الدولة منذ ذاك التاريخ إلى تاريخ اليوم. الشيء الجديد بالموضوع، طيب شو الجديد؟ بيأكد مطاع الصفدي، وهي مفاجأة يمكن تكون للكثيرين، بأنه حزب البعث مات منذ العام 1958، ما كان في حزب بعث. طيب شو هذا الشيء اللي كان موجود قدامنا؟ في أكثر من مكان يشير أنه هذا الحزب حتى في انقلاب عام 1963 ما كان موجود، تم تنسيب شخصيات انتهازية له بالقوة بالإجبار بالترغيب لكي يصبح واجهة سياسية ويسيطر على الحياة السياسية وعلى المجتمع وعلى المؤسسات في سوريا، وهذا منطقي. طبعا هو من الحزبيين، واللي مرة تانية هو باحث ودارس، ما عم يحكي كلام يعني من الهواء. بكل الأحوال الكتاب موجود على مكتبة القناة أنه ينزلوه يقروه، وأيضا رح حط نسخة منه في المكتبة العامة، ممكن كل متابعي القناة يتصفحوه، ورح حط نسخة حاطت إشارات حمراء على الفقرات المهمة يلي بيعتقد أنه لازم تقروها، وإذا بتقروه كله بيكون أفضل. المهم هو بيأكد على هذه الجزئية، بيأكد أنه حزب البعث العربي الاشتراكي يلي نشأ في الأربعينيات وكان يحقق يعني، وهذا الحلم كان موجود ما فينا ننكره بغض النظر إذا كان صحيح ولا غير صحيح، قابل للتحقيق ولا لا، هذا موضوع من ناقشه، ولكن كانت النوايا من قبل الطلاب يلي كان على يعني هن الأساس لقيام هذا الحزب،
كانت نوايا صادقة بإنجاز الوحدة العربية، ولكن تم حل الحزب، وحتى هو بيقول أنه تم حل الحزب لصراع داخلي في الحزب. استغلوا يعني خلينا نقول مرحلة الوحدة أو حدث الوحدة لحل الحزب، لأن كل واحد من القيادات اللي كان موجودة كان عنده أطماع بأنه يسيطر على السلطة في الإقليم الشمالي، ما كان يعرف باسم الإقليم الشمالي في ذاك الوقت أي سوريا، من خلال تقربه من عبد الناصر أو الاستحواذ على السلطة من خلال الوضع الجديد، لأن كان الحزب قد أفلس في العام 1958 أساسا. وبيقول الصفدي في كتابه: لم يقم لهذا الحزب قائمة أبدا، وإنما دخل إليه الانتهازيين وتم استخدامه كأداة كما تم استخدام الجيش والطائفة لاحقا. وبيأكد الصفدي شيء أيضا يمكن ذكرته أنا قبل ما أرى الكتاب على فكرة، بيقول هو هذا الموضوع ونحن العسكر أو اللجنة العسكرية، هو طبعا حتى بهذاك الوقت هذا الكتاب تخيله مكتوب العام 1964، هو ما بيسمي اللجنة العسكرية لأن ما كان بيعرف فيها أصلا وقتها. هو بيقول أنه الضباط اللي أجدوا، هو بيقول الضباط العسكر الانتهازيين يلي وصلوا للسلطة، هن كانوا ضباط يعني مثل ما قلنا صغار، ما عندهم لا خبرة لا سياسية ولا عسكرية. بيقول أنه اللجنة العسكرية أو الانقلاب وسيطرة العسكر أجت يعني إذا بدي أذكر حرفيا بالمجاهيل يعني المجهولين والنكرات والنفايات إلى القيادات، أتت بالمجاهيل والنكرات والنفايات إلى القيادات. بمعنى وهذا الشيء حكينا يعني إذا بناخذ حافظ الأسد اللي هو حكم سوريا كل الفترة 30 سنة قبل ما يورث الحكم لليوم عم بيحكم حافظ الأسد، كان نقيب مطرود من الجيش يعني في العام 1958 منبوذ إلى مصر، ما عنده أي خبرة لا عسكرية ولا مدنية ولا خبرة في إدارة الدولة ولا مؤسساتها. بعد الانقلاب أعيد إلى الجيش ورفع إلى رتبة لواء وتسلم تصوروا القوى الجوية ومن ثم وزارة الدفاع، ويعني بفضل قيادته صارت النكسة اللي هي أسوأ حدث يعني هي أكثر الأحداث تأثير سلبي في تاريخ سوريا الحديث، وأيضا صلاح جديد ومحمد عمران. فإذا هل الانقلابات والسيطرة على السلطة من خلال العسكر واللجنة العسكرية أجت بالنكرات والنفايات والمجهولين إلى قيادة البلد، وتقع هي إلى اليوم يعني في ذات السياق، ويؤكد على هذه الجزئية. الحقيقة الشيء اللي أيضا لازم ناخده بعين الاعتبار كمان مرة تانية الحق علينا أنه نحن ما بنقرأ كثير، صحيح في أحداث حماه 1982 وفي الأحداث اللي صارت في السنوات الأخيرة وهي أحداث كبيرة، وكلما كان التهديد للسلطة أكبر كلما زادت وحشية هؤلاء الذين سيطروا على السلطة وتمثلوا بحافظ الأسد أو تجسدوا فيه ومن ثم بشار الأسد. ولكن الحزب مو الانقلاب، الانقلاب 63 ما كان فيه كثير دم، ولكن في الأشهر التي أعقبت سيطرة اللجنة العسكرية على الحكم باسم الحزب كانت أشهر دموية، وتم السيطرة على المجتمع السوري الغير متعود على العنف والقسوة بالإرهاب في عدة أحداث. الحدث الأول يلي هو في حلب وثورة حلب، الاحتجاجات اللي قامت على أثرها قامت قيادات أو العسكر في حزب البعث قاموا باعتقال السلطة المدنية والوزراء، وأجبروا ناظم القدسي في العام 1962 على الاستقالة وحكموا البلد من وراء الستار وصولا إلى انقلاب البعث. في حدث مهم تاني هذا يمكن لازم نحكي عنه بالتفصيل، ولكن مذكور بتفاصيله بشكل أو بآخر بمصدرين رفعتهم على مكتبة القناة ممكن تتابعون، يلي هو 18 تموز عام 1963 يعني بعد أشهر قليلة من انقلاب البعث. في ضمن من يعني آمن باللجنة العسكرية وأعمالها كان في ناس وحدويين ناصريين بده يرجعوا التجربة إلى يعني مكانها الأول ويعملوا على إنجاحها. ارتد عليهم البعثيين الانفصاليين يلي كانوا هن حافظ الأسد محمد عمران وصلاح جديد، وحتى بالمصدر الصفدي نفسه بيلمح انه حتى هذه الاحداث من يعني من عمل حتى هذه الاحداث من تدبير اللجنة العسكرية ومن كان وراء اللجنة العسكرية مدعوم منا لكي يتخلصوا من خصومهم. يعني احداث 18 تموز كان قيادات او اللجنة العسكرية على علم فيها ووقدتها في مهدة، ولكن بنتيجتها يعني مثل ما بيتم الترتيب لكل شيء يتم الاستخبارات من خلال استخبارات ترتيب لحدث ومن ثم ردة الفعل، مثل ما تخلصوا من الحزب القومي الاجتماعي وحكينا بتسجيل سابق كيف تخلصوا من الدمشقيين ومن أعضاء حزب
القومي السوري القومي الاجتماعي اللي كان منافس لحزب البعث من خلال اغتيال المالكي، أيضا من خلال حركة 18 تموز نكلوا بالدمشقيين وبالسوريين في ساحة الأمويين بالاعتقال والقتل، أيضا يعني كانت مجزرة ب 18 تموز، ومارس أو مارست اللجنة العسكرية والضباط الثلاثة القمعيين الإرهاب على أهالي دمشق وعذبوهم في السجون. هون بينتقل لموضوع الطائفية وكيف استخدم هؤلاء الطائفية. بيقول أنه كانوا يصروا أنه يكون من مسؤول عن السجون ومع المعتقلات ومقرات التعذيب من الأقليات، كانوا مسيحيين أو دروز أو علوية، ويسيئوا إلى معتقدات الأكثرية اللي كانوا تحت التعذيب. هو بيقول أنه هذا الموضوع كان متعمد وهو استخدام للطائفة مثل ما كان هو استخدام لحزب البعث نفسه. فإذا نحن وقعنا تحت حكم عصابة استمدت قوتها من قوى مجهولة بالنسبة لنا ما بهم يكون مين، ولكن من المؤكد لم تستمد شرعيتها من الشعب السوري ولم تمثل إرادته ولا مصالحه، ولكن وصولها إلى السلطة واستمرارها في السلطة كان لأنها تعمل على تحقيق مصالح الداعمين أو مصالح القوى الخارجية. وأيضا هو بيأكد على استنتاجات وصلنا إلى من خلال قراءتنا بأنه الإنجليز هم البارعين في هذه اللعبة، أنه بعد الحرب العالمية الثانية، هذا الشيء نحن كثير متأخر اليوم فهمناه، ما ضل الموضوع والله للتدخل المباشر، صار عندهم القدرة، لأن ليش اسمه الانتليجنس اللي هو المخابرات، أنه يسخروا بعض أفراد الشعب، بعض يعني مكونات الشعب لحتى يعمل ضد مصالح الشعب الكلية وضد مصالح الدولة الكلية ويحقق مصالح الغير. هذا كله بتشوفوه الكتاب، يمكن مر كام صفحة أو كام عبارة من الملخص اللي بعطيكم إياه. واليوم نشوف أنه نهاية، وهذا نحن هي التراجيديا، بعد ما تم القضاء على غالبية السوريين من كل الطوائف، اليوم لحتى يبيع بشار الأسد آخر ما عنده، باع حزب البعث وباع الطائفة أيضا بعد ما استخدم أبشع استخدام، ورح يكون لهذا الموضوع في آثار سلبية ما رح نعرف كيف رح نخلص منها، باع يعني اليوم ليبقى كام شهر إضافي في الحكم لا أكثر ولا أقل. بتوقع هيك الرؤية أصبحت أقرب للواقع، أقرب للحقيقة لما جرى. نحن محكومون من خلال عصابة صفت بعض البعض مدعومة من قوى خارجية، كان الأكثر وحشية وقسوة فيهم هو حافظ الأسد، وتخلص من رفاقه الذي ساعدوه في السيطرة على السلطة. برجع بقلكم ليش وما الله ما خلق غيره. نعم يعني أي واحد فيكم يسأل حاله السؤال، هل من السهل عليه أنه يزج برفاق دربه وبأصدقائه بالسجن 20 عام لحتى يعفنوا بالسجن ويموتوا فيه، إن كان الأتاسي وإن كان صلاح جديد، أن يقوم بتعذيب آلاف، أن يقوم بزج بالسجون بآلاف المعتقلين مما يعارضون حكمه ويعذبون حتى الموت وصولا إلى قيصر؟ أنا متأكد اللي عم يسمعوا هذا البث يعني كل السوريين، إذا طرحنا عليهم صفقة أنه يحتفظوا بالسلطة ويكونوا مكان الأسد ويتمتعوا بسلطة مطلقة، وأن يكون هذا الثمن أن يتحملوا أو يستطيع يكون في قدرتهم القيام بمثل هذه الأعمال، بتوقع ما رح نلاقي ولا سوري يقبل في هذا العمل. لذلك كان حافظ الأسد مهم بالنسبة للغرب وداعم للغرب، وكذلك بشار الأسد. حكم الفرد المدعوم من الخارج ضد مصالح الدولة وسكان المنطقة ويحقق المصالح الخارجية هو الحكم المدعوم والذي يمكن أن يحظى بالاستمرارية في منطقتنا إلى تاريخ اليوم. هي العبرة اللي لازم ناخدها ونبني عليها لنعرف كيف بدنا نعمل نموذج آخر أفضل في المستقبل. بجدد الدعوة للاشتراك بالمبادرة الجديدة اللي عملناها اللي هي في كل يوم كتاب. هون بدي بمناسبة القراءة الكتب، نحن يعني إن شاء الله بنكون جزء بالقناة، وكل الجهود في جهود اليوم بهذا الاتجاه بأنه يكون في عنا ثورة معرفية بالإضافة إلى يعني الثورة الجماهيرية اللي عم نشوفها في السويدة وفي غيرها من المناطق، حتى في بعض الأحيان يعني في ناس أيدوا الثورة المسلحة. هذا كله ما بيصب بمصلحتنا إلا إذا رافقوا ثورة معرفية، والمعرفة مبنية على المعرفة والقراءة والمصادر. من الخطأ الاعتقاد أنه أتقول في كل يوم كتاب أنه نحن بدنا نقرأ كتاب من جلدة لجلدة، ولكن مرة تانية الحصول على الكتب هو الحصول على السلاح المعرفي، الاطلاع عليه ووضعه في مكتبتنا هو كي يعني نستخدم هذا السلاح في المعركة المناسبة، بدون مراجع، بدون ما نستفيد من خبرة الآخرين ودراستهم وبحثهم وتحليلهم، بنكون نحن مثل الإنسان البدائي اللي بده ينتصر في هذا العالم الذكي الفائق الذكاء. ف
فنحن لازم بالعكس نشتغل أكثر، لازم نقرأ أكثر، لازم نخزن السلاح اللي هو الكتب أكثر. لذلك أوجدنا هذه المبادرة في كل يوم كتاب حتى تضموها إلى مكتبتكم الإلكترونية وتلجأوا له وقت اللزوم، وقت المعركة الفكرية المناسبة يكون عندكم هذا السلاح لحتى تكونوا فعالين في هذه المعارك. العائد يلي بده يجينا من هذه المبادرة، أو يعني هي جزء من العوائد اللي عم تيجي للقناة، رح ندعم فيها المكتبة العامة اللي أتحناها لكل السوريين وعم نرفع عليها يوميا عشرات الكتب. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.